وحيدر انك دولك ياكدو حتى رئيس النادي سيد حمدي المدرب انه المدرب بصفه رسميه باش يكون مدرب اجنبي. حتى مدرب اجنبي باش يكون على راس الترجي النادي التونسي ان شاء الله في الايامات القليله المقبله. برشا يتكلموا على فاندر بروك البلجيكي اللي كان في وقت من الاوقات مع الوداد، ينجم يكون هو ولا مازلت ما تضحش الرؤيه؟ وما نعرفش علاش اخترت فاندر بروك بالذات انت يعني هذا اكثر اسم متداول. لا 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 الحقيقه اللي ناكده لك فما اتصالات وقاعدين نشوفوا في لي سي في تاع العديد من المدربين الترجي قادمين على مرحله ماهيش سهله البطوله لازمنا اكيد المراجعات الفنيه اللازمه باش نرجعوا في البطوله اللي هي ديما يقعد لقب مهم رابطه الابطال الافريقيه بعد شهر نبداو الكومباني نتاعنا ان شاء الله تاع رابطه الابطال كيف كيف كاس العالم دونك الاختيار لازم يكون دقيق لازم من بروفيل اللي يتماشى زاده اليوم على الشيء اللي وفرته اداره الترجي الرياضي التونسي والافكتيف الرصيد البشري زاده نتاعنا دونك هذاك علاش احنا المرحله هذه تاع زوز مقابلات بحكم انه عندنا زوز مقابلات مهمه استنجدنا باطار فني اللي يعرف الترجي مليح وعاش الترجي عاش في الترجي نحكي على السند القصري باش يكون مع شمس الدين داوادي صبري البوعزيزي ووسيم نوار اللي تسير المرحله هذه اللي عندنا فيها على الاقل زوز مقابلات باش يكون السبت ضد النادي الرياضي البنزرتي ثم بعدها ضد النجم الرياضي الساحلي وتنجم حتى قبل التريب تكون مقابله اخرى في انتظار انه ان شاء الله كما قلت لك حيدر في الايام القادمه باش يكون اطار فني اجنبي على راس النادي نتاعنا ان شاء الله. الصياغه نتاع البلاغ توحي انه الاختيار صار وانه الترجي مش في ضايع برشا وقت على ذاك سالتك على اسم معين معناها البلاغ اكد انه سيقع الاعلان عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الايام القادمه هذا المعنى وكانه ما فماش مثلا وقت اللي في الاقالات السابقه ما كانش فما دقه في البلاغات بشكل هذا. حيدر ناكدوا لك الاختيار ما صارش لكن اللي زاد النجم ناكدوا لك اللي قاعدين نحكيو مع مدربين اجانب وقدمنا حتى مع بعض المدربين معناتها فهمتني دخلنا في حاجات اللي ربما متقدمه مع بعض المدربين ثم الاكيد انه الاختيار في الاخير رئيس النادي والاداره كما قلت لك البروفيل اللي بيشتراه الاصلح والانسب للمرحله الجايه بالنسبه للنادي بتاعنا اكيد باش يتم الاختيار.